وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج درس لتصحيح وتعليم تلاوة القرآن الكريم. ورحب بالشباب المشاركين معي في الحلقة، الله يوفقهم إن شاء الله، ونسمع منهم بإذن الله تلاوات جميلة ورائعة. كما أرحب أيضا بالمشايخ المستمرين معي من بداية هذا البرنامج، الشيخ محمد يحيى. حياك الله يا شيخ محمد. الله يحييك ويبقيك الشيخ معاذ، أرحب فيك وأرحب الشيخ محمد والمشايخ والشباب اللي معانا، كما أرحب بالمشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشة. الله يجزاك خير يا شيخ محمد، وحياك الله يا شيخ محمد الإبراهيم. الله يحييك يا شيخ معاذ، وحيي الشباب أيضا مشاركين تهنين هالمرحلة، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والبركة. اللهم آمين. إحنا حين لازلنا في هذه المرحلة الثانية من مراحل هالبرنامج. المشايخ موجودين معانا، راح يحكمون هذه التلاوات، وبإذن الله بنستمع للقراءة الأولى بعد قليل. لكن قبلها ناخذ لنا فائدة من الشيخ محمد ويكمل كلامه عن بعض أوصاف القرآن الكريم. تفضل يا شيخ محمد. من الأوصاف اللي وصف الله بها كتابه، أنه وصفه بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فطبعا القرآن شفاء للقلوب من أمراضها ومن شكوكها ومن شبهاتها، ويرزق القلب الطمأنينة السكينة. لذلك السكينة تتنزل بالقرآن، سكينة تتنزل بالقرآن. والصحابي لما كان يقرأ وجاءت الملائكة تستمع قراءته، فقال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. فالقرآن سكينة للقلب واطمئنان له، وفي هذا شفاء له، يعني قمة راحة القلب يجدها في القرآن. وعكس السكينة طبعا لما يكون القلب ضحية للشكوك والريب والشبهات، ودائما في قلق وتفكير وبحث، فالقرآن يأتي يبين، يعني يجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى، يجيب عن الأسئلة المستقبلية الكبرى، يرزق القلب القناعة والاعتماد على الله والرضا بقضاء الله وقدره. فهذه أمور يكسبك إياها القرآن الكريم إذا تأملته وكذا. أيضا هو شفاء أيضا للأبدان، يعني الأوجاع والأمراض المادية المحسوسة أيضا القرآن شفاء لها، لكن هذا يحتاج إلى نية صالحة وإلى حسن توكل وحسن رقية. ومعروفة القصة، قصة الصحابة الذين مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فجاؤوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقال أحد الصحابة نعم أنا يعني أرقي، لكن اشترط عليهم أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم كذا وكذا رأس منها، فجعل يقرأ سورة الفاتحة وينفث على ذلك اللديغ، يقرأ سورة الفاتحة وينفث. فيقول الراوي يقول فقام ونشط حتى كأنما نشط من عقال. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وما يدريك أنها رقية. لذلك من أسماء مثلا سورة الفاتحة تسمى الشافية، هذا من أسمائها، وهي أم الكتاب وأم القرآن. فالقرآن هذا ورد عنه أنه شفاء، لكن إذا صلحت يعني النية وحسن نية القارئ وحسن الموضع، ويعني لها شروط، لكن الله يكتب به شفاء لكثير من الأوجاع. وحتى ابن القيم مثلا يقول كنت أتداوى بالفاتحة فرأيت من ذلك عجبا. نعم، فهذا وصف من أوصاف القرآن أنه شفاء للقلوب والأبدان.
نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل هذا القرآن الكريم شفاء لقلوبنا وأبداننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وما قصرت على إضافتك الجميلة. الحين موعدنا مع الاستماع للقارئ الأول في هذه الحلقة، عبد الرحمن الحمادي. حياك الله يا عبد الرحمن. الله يحييك. شو أخبارك؟ تمام الله يعافيك. جاهز إن شاء الله؟ إن شاء الله جاهز. الحين انتقلت إلى مرحلة جديدة، وبإذن الله ودنا أن قراءتك تكون مركزة أكثر، وأنك تنتبه إلى بعض الأحكام اللي بتمر عليك إن شاء الله في هذه القراءة. من أي سورة إن شاء الله بتقرأ؟ النبأ. من سورة النبأ. يلا استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحسن. صدق الله العلي العظيم. الله يعطيك العافية يا شيخ عبد الرحمن حمادي، ما قصرت. في تطور في المستوى عن المرة السابقة. ومن ميزة هذه القراءة أنك تقرأ بتؤدة على أساس تطلع الحروف معك مضبوطة. أسأل الله ينفع بك. إلا أنا هنا ذكرني بالحذيفي شيخ محمد. شلون؟ هذيك القديمة بالشيخ الحذيفي. نعم. صحيح. نعم ما شاء الله. الله يجزاه خير. بس عندي بعض الملاحظات بسيطة تب لها. الغنى نحافظ على مقدارها دوم. عمه
حركتين عن النبأ ثم، كلها نفس المقادير، لابد أن تكون نفس المقادير. نفس الشيء عند الإخفاءات، أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر، كلها نفس الشيء. حتى لو تبي تعد بصابعك على أساس تضبط الموضوع في البداية ما في مشكلة، عد بصابعك، بس أهم شيء الموضوع يكون منضبط. يعني شلون عد بصابعي؟ يعني تقول شيء مثلا ثم، تمام، حركتين عم، بعدين تنتقل منها إلى الكلمة اللي بعدها أو الحرف اللي بعده. حلو، على أساس أنك ما تستعجل فيها، فممكن في البداية بس يعني ما بقبض الإصبع وبسطه، يعني تسوي تسكرة وتفتحها، مقدار حركتين. راعي القلقلة، تعرف القلقلة؟ قلقلة معناتها أن حرف ما يمشي فيه الصوت وما فيه نفس، فالمخرج يمسك على الحرف، تمام؟ مثل بالضبط الحين عندك القاف، لو قلت أق تقدر تمشي صوت؟ ما يمشي كلش، صح؟ وقف، ليش؟ لأن اللسان ارتفع فوق وسكها على المخرج تماما، فصار صوت ما يمشي، أق انحبس وما في هواء يقدر يطلع. طيب شلون أنا أطلع هذا الصوت؟ إذا كان في حركة قاب أقول، صح، ما عندي أي مشكلة، لكن في السكون نسوي هالقلقلة اللي هو اضطراب شوي، خلقناكم، نسويه على أساس بس يسمع صوت القاف أو صوت الباء أو غيرها من حروف القلقلة. نفس الشيء أبوابة، أبوابة، تمام؟ لأن أنا قلت أب، في صوت يمشي؟ في نفس؟ تمام؟ فإذا ما عندك صوت ولا عندك نفس، هذه قاعدة أن يصير الحرف حرف قلقلة، إلا في الهمزة طبعاً. وآخر ملاحظة عندي، مرصادة. هنا كثير من الناس، حتى ننوه المشاهدين، أنه يشوفها راء ساكنة وقبلها مكسور، يقول لي خلاص نفس فرعون مثلا أو مرفقة، فإحنا نرقق الراء. لكن هنا الراء هذه لها حكم مختلف، وهو أن بعدها أتى حرف استعلاء مفتوح. الصاد حرف قوي، صحيح؟ صحيح. وبعد زاد قوة أنه مفتوح، الفتحة أتت عليه. طيب فالراء هنا ستكون تبعاً للصاد ولن تكون تبعاً لكسرة الميم، تمام؟ فبنفخمها، بقول مرصادة. شلون أقولها؟ مرصادة. أيوة، تمام، بنفخم، أقول مرصادة، مرصادة، بفخم الراء تبعاً لتفخيم الصاد. بارك الله فيك، وأسأل الله يفتح عليك ويوفقك. والله كان أدائي اليوم أفضل من قبل ومن أمس، وملاحظاتي كانت يعني أقل من قبل، بعد ما قريت القراءة الأولى أقل، يعني الحمد لله في تطور. لجنة الحكام أعطوني ملاحظة على القلقلة في قراءة القرآن، في أحكام ولها يعني أسماء عديدة ومنها القلقلة، قالوا لي ركز عليها أكثر، فإن شاء الله أني أطور من أدائي. جزاك الله خير يا شيخ محمد، يعطيك العافية يا عبد الرحمن على قراءتك وتطورك في هذه المرحلة، كان واضح وكان ممتاز، أفضل من المرحلة السابقة. مشاهدينا الكرام، خلونا الحين ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، والحين نستمع للقارئ الثاني في هذه الحلقة، فهد فيصل الزمان. حياك الله يا فهد. الله يحييك. شو أخبارك؟ الحمد لله. إن شاء الله مستعد للقراءة في هالحلقة؟ إن شاء الله. بإذن الله. مبروك عليك التأهل للمرحلة الثانية، وأتمنى أنك تركز في قراءتك وترفع صوتك على أساس المشايخ يسمعونك بطريقة واضحة، تمام؟ يلا استعد بالله من الشيطان الرجيم وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط
بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من آمن عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك يا فهد، الله يعطيك العافية، بارك فيك وزيدك من فضله يا فهد. فهد، آلاء، فبأي آلاء، هاي المد شنو اللي في كلمة آلاء؟ هاي مد متصل، يعني لازم تمد أربع حركات. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل آية تتكرر طبعا في سورة الرحمن وايد، فلازم كل مرة تمد. أيضا خلق الإنسان، الإخفاء، من مارج من نار، هذا الإدغام، لازم الغنن مالت الإخفاء والإدغام تأتي بها. أيضا ألا تطغوا في الميزان، تطغوا، طاء حكمها شنو هني؟ قلغلة، قلقلة، فلازم تقلقل الطاء. تطغوا، تطغ، ما تقول تطغوا، لازم تجيب القلقلة في الطاء. والله يبارك فيك يا فهد، جزاك الله خير. شيخ محمد، شيخ محمد أيضا عندك بعض الملاحظات؟ الله يجزاه خير إن شاء الله. كنت متوتر إن شاء الله، كنت زين، وكان عندي شوي ملاحظات في المد. في المرحلة الثانية لازم أركز أكثر وإن شاء الله أروح المرحلة الثالثة. جزاكم الله خير، ما قصرت يا فهد، ما قصرت أيضا على قراءتك. يعني أنا أحس أن قراءتك كانت أحسن من المرحلة الأولى اللي قالت فيها، وهاي شيء جميل أن أنت مركز ورجعت ايضا في البيت وتراجع هذا المقطع. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله مستقبلك ان شاء الله نشوفك قارئ من القراء وامام من ائمه المساجد في هذه الدوله المباركه. مشاهدينا الكرام، الحين خلونا ناخذ لنا سبب من اسباب النزول مع الشيخ محمد يحيى. شيخ محمد، المقام مقامك. الله يجزاك خير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات التي وردت هذه لها قصة، وهي أن خولة بنت خويلد، وقيل خولة بنت ثعلبة، أتى زوجها أوس بن الصامت فصار في بينهم مشكلة، يعني ربما أغضبته، فمن خلال الغضب الناتج تلفظ عليها بلفظ قائلة لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت وأمي واحد. طبعا الزوجة
ليست كالأم، الزوجة ليست كالأخت، فهو الآن أطلق هذا الحكم ثم خرج. حرمها يعني على نفسه. حرمها على نفسه. ثم خرج وأتى في الليل وأرادها، فقالت لا والله حتى يحكم فينا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنت حين قطيت كلمة ويأت الحين كأنك ما مسوي شيء، هذا ما يمشي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحكي له هذه القصة. وعائشة رضوان الله عليها كانت ممن حضر هذه القصة، تقول كان بيني وبينهما ستار رقيق ولا أكاد أسمع ما تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد سمع. قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك، وأكدها حتى بقد في البداية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، أن الله قد سمع هذه المحاورة التي تشتكي. أيوة، التي تشتكي على زوجها، وحاورت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فأنزل الله حكما أن الذي يقول هذا القول، الذي هو يسمى الظهار، أي يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، أو الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هذه مش أمك، هذه زوجتك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم حكم الله عليه بالكفارة، لابد أن يأتي بالكفارة إذا أراد أن يراجع زوجته، وهي عتق رقبة، ولم يكن يملك عتق رقبة، أو ما كان يملك عتق رقبة، ما كان يملك عتق رقبة. صيام شهرين متتابعين، كان كبيرا في السن فلم يستطع أيضا أن يصوم شهرين متتابعين، فأمره الله أن يتصدق على 60 مسكينا، ولم يكن يملك من المال ما يكفيه، فساعدته زوجه أيضا بتمر، هي أيضا ساعدته، يعني ساعد زوجه كذا حتى دفعوا هذه الصدقات. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وهنا نحرص ونحرص على الأزواج ألا يتلفظ بمثل هذا الشيء. يعني بعضهم نفس الشيء يعصب، يقولها ترى أنت واختي سوا خلاص، يعني ما في فرق بينكم، تمام، أنا عاملتش مثل ما عامل أمي، خلاص ما في شيء ثاني. فهذا يحذر منه في هذا الشيء، هذا ليس كالطلاق الآن، بل زاد هذا الشيء لأنه جعلها في منزلة ليست لها أصلا. صحيح. وتختلف منزلتها عن منزلة الأم أو عن منزلة الأخت، فيراعى هذا الشيء. الواحد يحاول قدر المستطاع يمسك لسانه، خاصة في مثل هذه الأمور، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها كل ذكرها في هالأمور، هذه النكاح والزواج والطلاق والرجعة كلها في هذه الأمور، جدهن جد وهزلهن جد. فالواحد يحاسب قدر المستطاع، ما يقول والله أنا معصب ما أدري شلون الكلمة طلعت مني، فالواحد ما فيها ما أدري شلون، هاي يعني طلعت يعني الكلمة محسوبة، أنت تحاسب والزوجة أيضا تحاسب. يعني أنت حسيت نفسك بتتكلم، اطلع برا، روح الحوش، روح تمشى مع ربعك، ارجع في الليل شوف الموضوع. إذا الزوجة شافت زوجها أنه خلاص معصب، روحي عنه، مو بلازم التمين وتحنين على راسه وكذا حتى يقول الكلمة. ولا أحيانا بعضهم يقول لك خلاص قل لي طلق لي، سوي لي هالشيء، تمام، بعدين اللي طاح الرفاس في راس تقول له سويتها وطلقتني، زين انت الحين قاعدين تقولين له وسوي لي هالشيء، سبحان الله، يقول لك انت بعرف غلاها عندي. فهاي مش منطق ان انت ايش اسمه، يعني الواحد في حالة العصبية احيانا ما يدري شو يقول او ما يخرج منه من كلام، فالواحد يحاسب قدر المستطاع على الكلمات التي تخرج منه. صحيح. ومثل هذه التوجيهات النبوية ومثل هذه الحوارات التي وردت في القرآن الكريم والتي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها جاءت للحفاظ على كيان هذه الأسرة، لكي تكون الأسرة متماسكة وتكون محافظة أيضا على أبنائها وعلى فلذات أكبادها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي لنا أسرنا متماسكة، وأن يصلح أبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أشكر المشايخ اللي معي في هذه الحلقة، كما أشكر المشاركين أيضا. موعدنا معكم إن شاء الله يتجدد في حلقة الغد، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.